الشبهة تبقى عليا، تكلمني انت واللي متفق معاهم وتساوموني، تلهفولكوا قرشين وتبقى جبرت. بص يا سيادة الرائد، انا هقول لك الكلام اللي يحبل، اللي يجيب عيال انا هدفع الفلوس، وخلي عربي بقى هو اللي يوصلها، بس هتعرف في الاخر ان انا اللي على حق. العصابة هتكلم خيري منصور وتحدد ميعاد ومكان التسليم، هجيب الفلوس من خيري واديها لك توديها لهم، ولما العصابة يكلموك على التليفون تنفذ كل اللي يطلبوه منك، وانا هبقى وراك خطوة بخطوة. ما تقلقش يا عربي، احنا عاملين حسابنا كويس، مش هتغيب عن عيني لحظة. واكتب الكلام اللي قلتولك دوت على ايدك عشان ما تنساهوش. الو، اسمع اللي هقولك عليه. ايه؟ نط حالا في المدرج اللي جنبك. كمل جري يا عربي من غير ما تبص وراك، هتلاقي سلالم على شمالك انزل فيها وكمل جري يا عربي لغاية ما تلاقي بوابة الاستاد. اخرج من هنا، في عربية بطيخة هتعدي قدامك حالا، نط فيها يا عربي. الو، هات في الموبايل اللي معاك وهتلاقي موبايل تاني جنبك. ايوه، العربيه هتقف دلوقتي، انزل منها وامشي على القديم. دلوقتي انزل شمالك في الغيط وخليك ماشي. اقف يا عم. يعني ايه مش فاكر يا ده انت؟ مش فاكر يعني مش فاكر يا باشا، مش فاكر. اهو الفلوس طلعت ورق. سيادتك كنت بتجازب بحياتي وحياة ابني عشان تحافظ للبيع على فلوسه؟ حاسب على كلامك يا ده انت وافهم، انا كنت عامل حسابي كويس قوي ان احنا نفضل وراهم لحد ما تقابلهم، لكن حصلت ظروف وطلت مني. اهو صدقتني بقى يا سعادة الباشا، الواد ده بيلعب بينا كلنا، بيلعب بينا كلنا. هي لو كانت عصابه بجد وراح لها بفلوس ورق كانت سابته عايش لحد دلوقتي. المره اللي فاتت المحكمه جابت لي حقي منك، لكن عليا الحرام من ديني. المره دي مش هستنى بقى حد يجيب لي حقي، هاخده بدراعي. عربي، تقدر تتفضل انت يا خريبي. ولا اسمعني كويس يا ده انت، انا مستحملك كل ده عشان عارف اللي انت فيه، وعارف كويس قوي يعني ايه اب ابنه مخطوف، لكن لحد كده وكفايه، دورك انتهى. تقدر تقعد في بيتكوا وتستريح وتسيبنا بقى نشوف شغلنا ده لو عايز ابنك يرجع لك. وانا بحذرك يا عربي، اي محاوله تدخل تاني منك هحبسك. امسك، اكتب الكلام اللي انا قلته لك ده دلوقتي عشان لو نسيته، وحياة امي عربي، وحياة امي ما هرحمك. ايوه يا ابني، انا عايز اعرف كارت المينات اللي كانوا بيتكلموا منه ده اتباع فين. بهدلت انت معانا اليومين اللي فاتوا دول، ها؟ انا كمان اتبهدلت،
بس مش اليومين اللي فاتوا بقى، من زمان قوي. وليه اخر واحد فينا عامل زي النمل؟ اول ما يخرج من الجحر بتاعه بيتهرس بالجزم. ده انا كنت خارج اجيب اكل عيش، وانا كنت خارج اتفسح. هي العينه اللي زينا ليها فسحه اساسا. عارف قالوا لي الشهاده والوظيفه قيمه. درست سياحه وفنادق، وفجاه لقيت نفسي شغال على تاكس. قلت الحمد لله في دكاتره ومهندسين مش لاقينا. اتجوزت اللي تصوني، ابوها ما سابنيش في حالي لحد ما ربك خدها وريحها. برضه قلت الحمد لله. ما هي اصلها سابت العيل زي الفل، والله العظيم زي الفل. ولما اتنصفت لاول مره من ساعه ما اتولدت والمحكمه حكمت لي، كانت غلطتي ان انا خدت ابني وخرجت. بس المره دي بقى يا عم مش عشان ناكل، عشان نتفسح او تاخد مني. انا استاهل، انا اللي استاهل برضو. ازاي يا اخي نسمي انا نملة واني اخري نخرج اجيب له اكل؟ ده ان امكن، واي حاجه تانية مش مسموح بيها. تصبح على خير يا معلم. الو، اللي بتقوله ده كلام مش عملي يا عربي. انت لازم تركز في علاجك وتسيب البوليس يشوف شغله، وهو اللي هيلاقي لك ابنك. لو خايف علينا ساعديني الاقي ابني. حاضر يا عربي، انا اصلا جايه النهارده علشان اساعدك. عارف احنا رايحين فين دلوقتي؟ فين؟ البيت عندي. فين يا اختي؟ ودي اول مره بقى ان شاء الله، ولا ماشيين في الحرام بقالنا كتير؟ ايه يا عربي، بس ماشيين في الحرام واول مره. عارف كارت ميناتيل اللي الولد اللي خطف ابنك كلمك منه؟ اه، عندي كارت ميناتيل. ماما بقى طلع ليها واحده صاحبتها شغاله في ميناتيل. تعالى يا عربي اتفضل. عربي قدام اهلي انت كويس، ما فيكش حاجه، عشان بس ما يعدوش متنشنين. ماشي، يلا ادخل. تعالى ورينا لعبك. تعالى يا بتول، شوف ابوك وهو بتروق. مساء الخير. عربي يا بابا زميلي في المستشفى. اهلا مساء الخير. اهلا مساء الخير يا عربي. خالو عمرو يا عربي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. ما تيجي تلعب معانا طاولة؟ مساء الخير. أهلا، مساء الخير. مساء الخير، أنا آسف ملحقتش أسلم. تعالى عايزاك، تعالى. طب خد دي بقى يا سيدي. اقعد بقى على ما أدخل أتكلم مع ماما، على ما أنت تشرب القهوة مع بابا. أشرب القهوة مع بابا إيه؟ هو أنا جاي أتقدم؟ إحنا حبينا بعض وأنا ناسي. يا عربي حبينا بعض إيه؟ بقول لك تشرب القهوة عادي يعني. بص يا عربي، أنا الدكتورة بتول اللي بعالجك. ده بابا ودخله، ده بابا ودخله، ده بابا ودخله. اوعى تنسى. ازيك يا بابا؟ ازيك يا خالو؟ ازيك يا عربي؟ وانت بتشتغل ايه بقى مع بنتي؟ مع مين؟ مع بنتي. هو بنت حضرتك بتشتغل ايه بالظبط؟ بنتي الدكتوره بتول. الدكتوره بتول؟ الدكتوره بتول. يبقى انا كمان حضرتك بشتغل دكتور. اه، وتشتغل دكتور في ايه بقى؟ دكتور بتول. احنا كنا دفعه واحده وقسم واحد، حضرتك ما تعرفش. يدوش خسرت يا ابو عربي. ماشي يا عم، ماشي. على فين؟ لا كفايه عليك كده النهارده. عربي تعالى لعبه. يلا بالسلامه. تعالى عربي. السلام عليكم. قول لي يا عربي، انت متجوز؟ كنت. مالك زعلان قوي كده ليه؟ ده اوحش حاجه في الدنيا الجواز. بس عارف أحلى حاجة في الجواز إيه؟ إيه؟ بتول. إيه؟ بتول.
ايه هو اللي بتقول ده؟ مش فاهم. ده انت لذيذ قوي. الله يفيش بعد كده. عندك عيال؟ عندي ولد اسمه حسن. ربنا يخليهم لك يا رب. الله يحفظك. ايه ده ايه ده ايه ده يا ولد يا ولد يا ابن ادي عيب السكن في طول الارضي. انا جاي لك انت وهو. امشي اجري يا ولد. يا ساتر يا ساتر.